السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل متابعي ومشتركي قناة أجندلس. النهاردة التعليم بترسل خطاب رسمي لجميع المديريات، تحذير لكل المديريات التعليمية وخاصة التعليم الخاص. إزاي؟ أرسلت وزارة التربية والتعليم النهاردة خطاب مهم لجميع المديريات التعليمية بتحذر فيه المدارس الخاصة. هنزولنا نتكلم في الموضوع ده، من حرمان الطلاب من خطة التعليم عن بعد وإجراء الأبحاث الإلكترونية بسبب تأخر سداد المصروفات الدراسية. قالت الوزارة خطاب لها إنه تلاحظ زي ما ظهر قدامكم كده في الآونة الأخيرة تكرار شكاوي أولياء الأمور من قيام بعض المدارس الخاصة بحجب الخدمات التي تقدمها للطلاب بشكل إلكتروني أونلاين وقت تعليق الدراسة للضغط على أولياء الأمور عشان سداد المصاريف اللي هم أصلا ما دخلوش الدور اللي هو الترم الثاني. وأكيد الوزارة التعليمية اللي هو لا يجوز حرمان الطلاب من أداء الامتحانات أو ما يتعلق بها سواء كانت ورقية أو إلكترونية بسبب عدم سداد المصروفات. وشددت الوزارة بضرورة أن تلتزم المدارس الخاصة بأحكام القرار الوزاري رقم 70 لسنة 2020 فيما يتعلق بتقييم الطلاب في ظل ظروف تعليق الدراسة وإجراء الأبحاث. طبعا ده كان خبر من وزارة التربية والتعليم وده خبر يحترم، لأن احنا كده نقف مع أولادنا ما نقفش مع المدارس الخاصة اللي عاوزة تاخد المصاريف يا إما ما فيش تعليم. لا، دي حاجة ودي حاجة، كل واحد ياخد حقه بس بما يرضي الله. ده كان خبر جميل جدا، ورد الآن إلى قناة أجيال الأندلس. كان معكم أسامة نازل مؤسسة أجيال الأندلس، انتظرونا في كل جديد وأكيد على قناتكم قناة أجيال الأندلس. يا ريت منشر الخبر ده حتى تعمل فيه، ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعل الجرس حتى تصلك كل جديد. كان معكم أسامة رزق مؤسس أجيال الأندلس، في أمان الله.